يخصص للخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني لدولة الكويت هذا المبنى لاستخدامه لراحة الركاب، وإحنا نأمل إن شاء الله بمجرد استلام المبنى من المشغل يمكن أوائل شهر 8 توقع يعني أن نبدأ بالتشغيل الكامل للمبنى، واللي نأمل أنه يلحظ كل المستخدمين للمطار من الركاب النقلة النوعية في الخدمات المختلفة المقدمة في هذا المطار.